أمجد بده يحكي معي. ألو أهلين. أهلين، أنت كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. معلش أقول لك شغلة، ممكن نأجل الحكي بهالموضوع؟ إيه والله عم جاني راسي وأعصابي تعبانة. إيه أنا برجع بخبرك. أهلين، مع السلامة. اكتوبري قلبي، انا بعرف انك انتي طيبه وقلبك كبير، الله يخلي لي اياكي. لك يا امي يا حبيبتي، انا ما عندي شيء ضد الشاب، بالعكس هو اكابري ومهذب ومحترم. ايه هذا المهم، هذا مهم، بس مو هو الشيء الوحيد المهم.